معي من الموصل عبر الهاتف مراسلنا وسام يوسف، آخر تطورات ما بات يعرف اليوم بمعركة الأمتار الأخيرة في الموصل؟ نعم، بالفعل ممكن أن نسميها معركة الأمتار الأخيرة. القوات العراقية شيئا فشيئا تصل إلى مرحلة حسم هذه المعركة. ما تبقى هو أحياء أو أمتار معدودة من الموصل القديمة، المعارك الآن داخل الموصل القديمة. من ثم ذكر الفريق رائد جودة القوات الشرطة الاتحادية تمكنت اليوم من التوغل في منطقة باب البيض وحققت تواصل مع قوات مكافحة الإرهاب التي حررت قبل يومين منطقة الفاروق. المعارك لا زالت مستمرة ويمكن في الساعات القادمة أن تشهد ربما حسم لهذه المعركة. القوات العراقية أصبحت حققت في جميع التشكيلات المشاركة في معركة الموصل حققت التماس مع بعضنا الجزء الشمالي والشمال الغربي والجنوب الغربي. حققت التماس مع بعض وهي في تقدم واحد بوتيره واحده في التقدم نحو الشرق، شرق الموصل القديمه الى منطقه الميدان التي لجا اليها مقاتلو داعش بعد اختلاف مناطق الساعه والفاروق وباب البيض والشيخ وراس الكور. جميع هذه المناطق تمكنت القوات العراقيه من تحريرها والتوغل الى مسافات كبيره فيها. اضطر مقاتلو داعش الى ترك هذه المناطق والتوغل الى عمق الموصل القديمه التي هي منطقه الميدان المحاذيه لنهر دجله. كذلك اليوم كان شهد اليوم نزوح لمدنيين من هذه المناطق خاصه من المناطق التي حررتها الشرطه الاتحاديه. كان هناك نزوح لعدد من العوائل. كذلك كالعاده مقاتلو داعش كانوا مصرين على استهداف المدنيين اثناء نزوحهم. شاهدنا حالات كثيره من الاصابات بين المدنيين. حاولت القوات العراقيه مساعدتهم ونقلهم الى طيب بمعرفتك بالمنطقه بشكل كامل وبأحاديثك مع تواصلك مع القوات العراقية ومع العسكريين هناك، ما التحديات المتوقعة ولو كان بهذه الفترة القصيرة؟ رئيس الوزراء واثق، هذا ما أعلنه بتحرير الموصل خلال أيام، وكما قلت يعني في لا يوجد فرصة حتى أعلنت هذا الشرطة الاتحادية أمام الدواعش إلا الهرب للهرب أو النجاة، ولكن أيضا تتحدث عن قتال شرس جدا على أسطح المنازل وبهذه المنطقة بأزقتها الضيقة. نعم، ما يخص مقاتلي داعش الذين لا زالوا متحصنين في هذه المناطق الباقية المساحة الصغيرة، ليس لديهم خيارات كثيرة، ليس لديهم خيار الهرب المتاح لهم. الخيارات المتاحة أمامهم هي إما القتال أو الموت أو الإسلام، ليس هناك خيارات أخرى. بالفعل مقاتلي داعش يدافعون بسرعة شرسة الأمتار الأخيرة التي تبقت لهم من الجزء الغربي من مدينة الموصل. هناك أنباء تتحدث عن وجود قياديين مهمين داخل هذه المنطقة غير معروفين بالأسماء، ولكن العراقي لديها معلومات عن وجود قادة من داعش خاصة في منطقة الميدان. يحاول مقاتلو داعش الاستماتة في الدفاع عنهم، عن هؤلاء القادة بعد أن تم محاصرتهم داخل هذه المدينة. بما يخص التحديات، ليس هناك في حديثنا مع القادة الميدانية ليس هناك تحديات جديدة من قبل داعش. جميع الأوراق لدى داعش أصبحت معروفة لدى القوات العراقية وتستطيع التعامل معها. أقوى أو التحدي الأبرز هو وجود المدنيين، وبالفعل القوات العراقيه تنجح الى حد كبير في تخليص المدنيين وفتح الممرات الامنه قدر الامكان. هناك اصابات بين المدنيين بالتاكيد، ولكن هي لا زالت تحت اقل من المعدل او مسيطر عليه. ربما ان تقول هناك حالات تحدث على داعش دائما المدنيين اثناء خروجهم، خاصه في المدينه القديمه. هناك صعوبه على المدنيين في التنقل والخروج لان الازقه ضيقه ومقاتلو داعش يمكن لهم ان يظلوا الى اوقات الى حتى بعد قوات العراق الى مسافات قريبه. المعركه تكون على مسافات قريبه مما يصعب على المدنيين الخروج بسلام من هذه الازقه. انا اشكرك على كل هذه المعلومات من الموصل، كنت معنا عبر الهاتف مراسلنا وسام يوسف.